prepare for an interview. ازي حضرتك يا فندم؟ عرفنا بنفسك. انا اسمي حسام، وانا يعني مقدم على الوظيفة دي علشان انا مهتم بالواقع الافتراضي. لما انت المناسب؟ معلش ممكن حضرتك بس تعيد السؤال تاني؟ ازي حضرتك يا فندم، ايه الاخبار؟ لما انت مهتم بالواقع الافتراضي؟ انا حضرتك مهتم بالواقع الافتراضي او الفيرتشوال رياليتي لانه هي تقنيه جديده وهتساعدنا نغير حياتنا للافضل. لما انت المناسب؟ انا شايف ان انا الشخص المناسب للوظيفه لانه ان شاء الله يعني انا عندي خلفيه واسعه في الواقع الافتراضي، بتابعها من زمان، عندي قناه يوتيوب كمان بتكلم عن التقنيه دي، وادي لي فتره جربت عدد كبير جدا من البرامج، فانا شايف ان انا هكون المناسب للوظيفه دي. طيب يا جماعه، اللي احنا يعني كنا بنعمله دلوقتي يبدو وكانه هزار، لكن خليني اقول انه اللي انا عملته دلوقتي، خليني اشرح الفكره بعد كده اقول لكم هل ده اصلا هزار ولا لا. الفكره ببساطه انه ان احنا ندمج الواقع المدمج مع حياتنا، وان احنا ندمج الاي اي او الذكاء الاصطناعي كمان في حياتنا. الفكره ببساطه ايه؟ الفكره ببساطه انه الاي اي يبقى موجود في حياتنا، مش مجرد اخش على الكمبيوتر واستخدمه، لا، يبقى فعليا موجود معانا 24 ساعه. طبعا النظاره دي نظاره عاديه خالص، بس الفكره هنا اللي احنا عملناها ايه؟ انه يبقى في نظاره سمارت ذكيه قادره انها تتفاعل مع الواقع اللي حوالينا وتظهر لنا بعض الحاجات عليه. بالمناسبه في نظارات كده في السوق بالفعل، بس ما فيهاش اي اي لحد دلوقتي. تخيل بقى لو شات جي بي تي، الاي اي المشهور واللي معروف بشكل كبير جدا ومشقلب الكوكب، بقى شغال مع النظاره دي. اللي احنا حاولنا نعمله من يعني من شويه كده، ده يعتبر تطبيق واحد من التطبيقات اللي ممكن تحصل، وهو ايه؟ اظن ده كان واضح من الفكره، من يعني من التمثيل ان شاء الله، لكن الفكره ببساطه انا في انترفيو، فالاي اي النظاره عماله بتسمع الصوت، تبعت للاي اي السؤال مثلا اللي انا بساله، وتبعت لي الاجابه وتظهر على النظاره، وابدا انا اللي موجود ده، وابدا ان انا ارد. فده ممكن يتطبق في انترفيو، انا قاعد في انترفيو، الشخص بيسالني، النضاره بتترجم وتبعت لي الاجابه بشات جي بي تي اللي هي غالبا افضل اجابه ممكنه وبرد. ده طبعا ممكن يتطبق في حاجات كتير، بعضها مفيد وبعضها قد يكون مشكله. من حاجات مثلا ممكن تكون مشكله واللي عليها علامه استفهام هي ان انت كطالب تدخل الامتحان، وتخيل الاي اي ده يقرا الامتحان، يبعت لشات جي بي تي يجيب لك الاجابه، يظهر لك على النضاره، والامتحان بتحله وتاخد درجة نهائية. طبعا ده كارثة، كارثة كبيرة جدا. ومع الوقت مش بس هيبقى في النظارة، من قريب مثلا كان في الموجو لينز، الموجو لينز دي عدسة لاصقة بتحطها على عينك وبتظهر لك حاجات على العالم حواليك، عندها القدرة انها تتعرف على الشباك، تتعرف على الباب، تتعرف على الاشخاص، وتظهر لك بعض البيانات على الاشخاص دول، مثلا تقول لك الشخص ده اسمه وقابلته فين قبل كده ومعلومات تانية. تخيل لو حصل نفس الكلام في الامتحانات، هتبقى كارثه كبيره جدا. واكيد هنشوف بعض القوانين وبعض الحاجات اللي هتتعمل في العالم علشان تكنولوجيا زي كده الناس ما تستخدمهاش في الغش. لكن لو بصينا للجانب الايجابي، ممكن شخص مثلا يعني هو عنده المعلومات وعنده الدنيا، يعني عنده خلفيه مثلا عن وظيفه مقدم عليها، لكن هو مش متدرب بالقدر الكافي. طبعا انا مدرك انه لازم يتدرب، لكن خلينا نقول منتج زي ده ممكن يسهل عليه انه لما يقعد يتعامل مع حد جديد لاول مره، يقدر ان هو يعبر عن الحاجات اللي هو عايز يقولها او يرد على الاسئله بثقه اكتر. يعني لو الادوات دي بتساعدنا ان احنا يعني نعيش حياه افضل شويه، مش نغش، اي ثينك او اعتقد ان ده هيكون مفيد. لكن ناحيه الغش دي يعني كارثه كبيره جدا، وان شاء الله يعني ما حدش اصلا يفكر في حاجه زي كده، لكن اكيد طبعا في ناس هتفكر وهتستخدم تكنولوجيز زي دي في حاجات تكون مضره او فيها غش. طبعا فكره الفيديو ده او الفيلم القصير اللي انتم شفتوه في الاول وبعد كده الكلام اللي انا عمال بقوله دي مش فكره خياليه. من قريب في حد عمل حاجه تقريبا اسمها جريس جي بي تي. الناس دي يعني شخص عمل ايه؟
راح اخترع نظارة إضافة كده على النظارة ركبها. الإضافة دي بتقدر إنها تاخد الكلام اللي مثلا دلوقتي حد قدامي بيتكلم، بتاخد الكلام بتبعته للسيرفر يعمل ترانسكريبشن، يحول هذا الكلام المنطوق إلى كلام مكتوب، وبعد كده يتبعت لشات جي بي تي يقول له مثلا أنا بسأل دلوقتي سؤال في انترفيو، إيه هو الواقع الافتراضي أو إيه هو الفي آر، فيبعت الإجابة للسيرفر تاني، فالشاشة دي أو الإضافة دي اللي فوق النظارة تبدأ تعرض لي الإجابة على النظارة، فأنا أقرأها وأقول الكلام ده. فما بكلمكوش على واقع يعني واقع مش حقيقي أو ساي فاي أو يعني خيال علمي، أنا بتكلم على حاجة حقيقية، وفي محاولات النهاردة إن ده يتعمل، وفي بالفعل سمارت جلاسز موجودة في السوق ممكن تشتريها ب 300 دولار أو حاجة، هتضيف لك حاجات على الحقيقة وتخليك تصور وحاجات تانية كتير. فإحنا بنتكلم على حاجة خلال سنة سنتين ثلاثة 5 سنين هتبقى منتشرة وموجودة حوالينا بشكل كبير جدا، ما بكلمكش على حاجة خيالية. وطبعا احنا هنا وانا شخصيا مهتم جدا بالتكنولوجي وتحديدا الواقع الافتراضي، الواقع المدمج والذكاء الاصطناعي، فلما يكون في حاجة بتدمج كل ده مع بعضه فكان لازم ان انا اطلع اتكلم معاك واقول لك على الفكرة دي واوعيك تجاه مميزاتها وممكن اضرارها. فارجو ان شاء الله ان الفكرة تكون واضحة بالنسبة لكم، وارجو كمان ان ده يكون شجع بعض من حضراتكم اللي في المجالات دي، الناس بقى اللي بتصنع الكلام ده او في المطبخ بتاع التكنولوجيز دي، ان احنا يعني نشوف كده تطبيقات واختراعات عربية في وقت من الأوقات تكون موجودة في السوق، ما يبقاش آخر من يدخل هذه المجالات يعني إن شاء الله. أنا حسام الدين حسن، ودي قناة إيبرنيرز، القناة تساعدك تعرف أكتر عن التكنولوجي بشكل عام والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص. فلو الموضوع دي تهمك أرجو جدا إنك تشترك في القناة، ولو التقنية اللي أنا قلت لك عليها النهاردة أبهرتك أو أي حاجة جت في بالك اكتبها لي تحت في التعليقات، أنا بقرأ كل التعليقات وبكون حريص جدا إن أنا أرد عليها في أسرع وقت ممكن.